صباح الخير. النهاردة هنتكلم على أكمل المعابد المصرية وأجملهم واللي بيرجع للعصر البطلمي، ألا وهو معبد إدفو. الحقيقة قبل ما نتكلم على معبد إدفو لازم نشير إلى أن معبد إدفو هو بناء مكتمل وتم بناؤه خلال فترة العصر البطلمي. بدايات بناؤه بترجع لعصر بطلميوس الثالث، واستمر زخرفته وإعادة يعني وزيادة أجزائه المعمارية واكتمالها في عصر بطلميوس الخامس والسادس والثامن، وصولا لبطلميوس الاثناشر اللي هو الزمار، بطلميوس الزمار، والخرطوش الروماني الوحيد أو الاسم الروماني الذي وجد داخل خرطوش في هذا المعبد هو للإمبراطور الروماني تايبيريوس. فدايما يعني يشار بشكل كبير ان هذا المعبد هو معبد بطلمي، بدأ بناؤه في عصر بطلميوس الثالث زي ما قلنا تقريبا في 237 قبل الميلاد وصولا لسنة 57 قبل الميلاد، اي ان بناؤه استغرق 180 سنة. هل معنى كده ان هذا المعبد ما كانش ليه اي جذور فرعونية؟ الحقيقة لا، المعبد فعلا كان مبني، تشير المصادر ان كان فيه هناك معبد. بعض الناس بتقول ان هو بترجع لعصر الدولة الوسطى، لكن المؤكد ان هو كان فيه معبد في هذا المكان بيرجع لعصر الدولة الحديثة، وبالاخص في فترة عصر تحتمس الثالث. فهو دوت بالنسبة للجزئية بتاعة المعبد، تاريخ المعبد. طب بالنسبة لموقع المعبد نفسه، الحقيقة منطقة إدفو بتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، وبيقع ما بين الطريق، في منتصف الطريق ما بين منطقة إدفو ومنطقة منطقة الأقصر ومنطقة أسوان. هو تقريبا 100 كيلومتر جنوب مدينة الأقصر حاليا. وكانت إدفو تعتبر المدخل لكثير من الطرق التجارية في مصر في هذه الفترة، وخصوصا مناجم الذهب اللي كانت بتقع في الصحراء الشرقية. فعلشان كده دايما إدفو كانت بتشار إليها إن هي مدينة كزي ترانزيت كده للتجار، علشان يبدأوا يتوغلوا في صحاري مصر لنشر تجارتهم هناك. ده بالنسبة لإدفو، تاريخ المعبد وموقع المعبد بالظبط. So we are now talking about one of the most impressive and one of the most complete temples, Egyptian temples, that was built during the reign of the Ptolemaic era. We should know or should note that this temple was built on the ruins, يعني إيه on the ruins؟ على أنقاض. On the ruins of an older building, an older temple, probably dating back to the Middle Kingdom. But it's confirmed that there was a temple dating back to the New Kingdom, especially during the reign of Thutmose the Third, in this site one day. This temple was constructed during the reign of Ptolemy the Third. So Ptolemy the Third was the one who ordered to construct this enormous temple from 237 BC. Different other parts of the temple and the decoration was built during the reign of Ptolemy the Fourth in 212. The temple was officially inaugurated. يعني إيه officially inaugurated؟ تم افتتاحه بشكل رسمي during the reign of Ptolemy the Eighth, and different decorations were added also by Ptolemy the Twelfth, اللي هو Eulates الزمار. The only name of a Roman emperor was found on the pylon, the Roman Emperor Tiberius. So his name is the only name of a Roman emperor in this temple. The construction, as we said, began from 237 till 57 BC, so it took about 180 years to build this beautiful temple. Concerning the construction, the location, Edfu here is in the midway between Luxor and Aswan, and Edfu is about 100 kilometers south of Luxor city. Now it was the entrance of the trading routes, يعني ايه trading routes؟ اللي هي اماكن التجاره leading to the gold mines
gold mines معناها ايه؟ اللي هي مناجم الذهب in the eastern desert of Egypt. طيب بالنسبة لأسماء إدفو المختلفة، إدفو الحقيقة كان ذكرت في النصوص المصرية بعدد من الأسامي، زي مثلا جبا. جبا معناها أرض القصاص، لأن كان يقال إن هذا المكان هو اللي شهد قصاص إن حورس اقتص من لأبوه من عمه إله الشر ست في هذا المكان، وانتصر حورس على ست، وعشان كده هنلاقي أسطورة حورس وست ممثلة على جدران هذا المعبد. ده أول اسم. الاسم الثاني ذكرت برضو إدفو في بعض النصوص المصرية باسم مسن. يعني إيه مسن؟ مسن هي إلى منطقة الحربة اللي هي الهاربون، والهاربون ديت هي الحربة اللي كان دايما بيصور بيها الإله حورس وهو بيطعن رموز الشر الحيوانية اللي ترجع أو بتمثل الإله ست. برضو من أحد الأسامي اللي ذكرت في كثير من النصوص وكانت من الأسامي المعروفة جدا لإدفو اللي هي بحدو. تمام. وبحدو معناها the royal seat أو المكان أو كرسي العرش المقدس، وبرضو بتشير لمنطقة عبادة الإله حورس العرف باسم حورس بحتتي اللي هو المنتمي لمنطقة بحتت. والحقيقة هذا الاسم من الأسامي القديمة جدا فعلا لمنطقة إدفو وبيرجع لعصر الأسرة الثالثة. يعني في أسامي تانية زي مثلا نجم عنخ. نجم عنخ يعني المنطقة، يعني pleasant to live in، إن هو يبقى مبسوط إن هو عايش، أو المكان الذي يبتهج فيه الإله إن هو عايش فيه. يبقى إحنا عندنا كذا اسم من أكتر الأسامي المشهور بها منطقة بحت إدفو فعلا اللي هي بحدو، واللي بعد كده هتحرف لتصبح إدفو في اللغة العربية. So concerning the different names of Edfu, we have different names such as Jibba. And Jibba means the retribution town, Ard al-Qasas, or Madinat al-Qasas, the retribution town. Why what was it called by this name? Because the enemies of Horus were brought for justice in this place. It was the place where Horus became victorious, أصبح منتصر, became victorious over the evil god Set. Also, Edfu was called in the ancient Egyptian language the place of the harpoon, Mesen. Mesen is the place of the harpoon, and the harpoon was a type of weapons which was used by Horus to kill the evil animals of Gatset, such as the turtle, such as the crocodile, such as the hippo, and so on. Also, Edfu was commonly known in different texts, especially as early as the 3rd dynasty, under the name of Behidu, and Behidu means the royal seat, العرش المقدس. Also, Edfu was called Nejm Ankh. What is the meaning of Nejm Ankh, the pleasant place to live in? الحقيقة برضو إدفو لازم برضو نشير إن إدفو كانت عاصمة الإقليم الثاني من أقاليم مصر العليا، واللي كانت بتعرف باسم وثثة حر، يعني المكان الذي ظهر أو انتشر فيه حورس. The place where Horus was extolled. The place was Horus was extolled، يعني انتصر أو ظهر حورس فيه. طبعا كل الأسامي بتشير دايما لأسطورة حورس وست وانتصار حورس على ست. في العصر اليوناني الروماني أصبح هذا الإقليم معروف باسم أبولونوبولس، أبولونوبولس ماجنا، يعني مدينة الإله أبولو. بولس في اللغة اليونانية بتعني مدينة، وأبولو إشارة إلى الإله اليوناني أبولو أحد الآلهة الأولمبية، ودوت نتيجة امتزاج الإله حورس مع الإله أبولو، فعلشان كده سميت هذه المدينة بأبولونوبولس ماجنا. So in the ancient, Edfu was also the capital of the second nome of Upper Egypt, which was called Wethaset Her. Wethaset Her, the place where Horus was extolled or was victorious, or and because of being assimilated with, يعني إيه assimilated with؟ يعني امتزج. Because of being assimilated with the Greek god Apollo. This place was called by the Greeks, this nome was called by the Greeks as Apollonopolis Magna,
the great city of Apollo, referring to the assimilation which happened between the Greek god Apollo and the Egyptian god Horus, especially Horus بحتتي طبعا. طيب الديسكفري بتاع التمبل، المعبد ده تم اكتشافه من خلال اوجست مارياتي سنة 1860، واشتغلت على حفايره طبعا عدد كبير من المراكز البحثية المهتمة بالآثار، وخصوصا المعهد العالي المعهد الفرنسي للآثار الشرقية المعروف باسم الإي فا أو، طبعا برضو المجلس الأعلى للآثار المصري The Supreme Council of Antiquities، والبولش فرنش اكسبيديشن، البعثات البولندية اشتغلت برضو في أجزاء من المعبد. فمعنى كده إن هذا المعبد نال أهمية كبيرة نتيجة اكتمال أجزائه المعمارية من قبل العديد من المراكز البحثية، ويرجع دايما الفضل يعني إن إحنا اكتشفناه أول واحد بدأ إن هو يتكلم وينشر عنه هو أوغست مريات سنة 1860. So this temple was discovered by a French person called August Mariette in 1860, and different other institutions, يعني معاهد, institutions began the excavations in this site, especially the French Institute of Cairo of Archaeology, it's known as IFAO, and also the Polish France Expedition and the Egyptian Supreme Council of Antiquities made different excavations, made successive excavations, يعني حفريات متتابعة in this site. آدي أهوت برضو بعض الجرافيتي اللي موجودة داخل حصن معبد إدفو للإشارة لاستيطان جنود الحملة الفرنسية في هذه الفترة لبعض أجزاء المعبد، وخصوصا برجي الصرح زي ما هنشير بعد كده. يبقى so this is a graffiti of French soldiers inside the towers of Edfu Pylum, and this confirms that the soldiers used once the two towers of the pylon at a settlement for themselves. يعني ايه settlement؟ كمنطقة ايه سكنية، او ان هم سكنوا هذا الايه المكان. ادي بعض الصور القديمة لمعبد إدفو. طبعا بالنسبة لثالوث معبد إدفو، هو بيبتدي بالعضو الأول فيه اللي هو حورس بحتتي، أي حورس المنتمي إلى بحتت، والزوجة بتاعته الإلهة حتحور، وابنهم حورس سيمتاو. طيب الترايد، خلينا كده نفتكر الترايد بتاع دندرة. الترايد بتاع دندرة، علشان دايما الناس بتتلخبط فيه، هو تقريبا نفس الأعضاء، بس حورس بحتتي هيبقى العضو الثاني، وحتحور هي هتبقى العضو الأول. عشان كده دايما بنقول إن الترايد بتاع دندرة يعني مختلف شوية، علشان العضو الأول في هذا الثالوث جادس مش جاد، وبيبقى العضو الثالث في ثالوث دندرة اللي هو حورس إيحي. So concerning the triad of Edfu, they consist of three main members. The first member is the main god of the city, is Horus Behtiti. What is the meaning of Horus Behtiti? He is Horus belonging to Behtet. And Behtet, as we said before, is one of the ancient names of Edfu. The second, and he was usually depicted in the form of the winged solar sun disk commemorating his victory over the evil powers and the evil animals of God Set. الأسطورة بتاعت هورس بحتتي كنا أشرنا إليها قبل كده. And the second member of this tribe is Goddess Hathor. Concerning the third member is Horus Simatawi. Simatawi. What is the meaning of Horus Simatawi? Horus the unifier of the two lands. القابض على الأرضين أو الموحد للأرضين. آدي تشكيل أو تصميم المعبد. المعبد زي ما قلنا برضو هو يعني الدايركشنز بتاعته من الجنوب متجه إلى الشمال، والمعبد تقريبا بياخد 137 متر، 140 متر تقريبا كطول، 36 متر كعرض، وبيشغل مساحة بتقارب 7000 متر مربع. So this temple is oriented south north. It's oriented south north, and its length, it's about 170 meters in length and 36 meters in width, and it covers an area. And it covers an area, بيغطي مساحة. It covers an area of about 7,000
meters square. It covers an area of 7,000 meters square. أول أجزاء المعبد اللي احنا هنبدأ نشرحها هو منطقة أو الصرح. آدي صرح معبد إدفو. يعتقد أن هذا الصرح تم بناؤه من خلال بطليموس الثامن، وأن الديكوريشن بتاعته بترجع لعصر بطليموس الاثناشر اللي هو الزمار. هذا البناء الضخم، هذا الصرح الضخم طبعا بيكون من برجين، وارتفاع الصرح تقريبا 36 متر و74 متر كعرض، طبعا حاجة ضخمة جدا وعظيمة جدا ومكتملة جدا. في المنتصف بنلاقي المدخل بتاع الصرح، وهذا المدخل بيبقى دايما فيه كده بلكونة صغيرة بيشاهد من خلالها الملك، احتفالات بقى تنصيب الصقر الجديد واللي هو الصقر المقدس من احدى الاحتفالات اللي تم الاحتفال بيها داخل هذا المعبد. طبعا احنا بنشوف المعبد نفسه او الانترنس بتاع الصرح دوت، على جانبيه تمثالين للاله حورس. وطبعا الصرح زي ما اتكلمنا قبل كده هو دايما بيمثل الاخت اللي هو البخنت، من خلاله طبعا من خلال هذا الافق الشمس بتسطع، والايسترن تاور بتاعه بيشير اليه باسم باجو، والويسترن تاور اللي هو المانو. اذا هو ما بين البرجين او التلين، التل الشرقي والتل الغربي، وبيكون البخنت او الهورايزن الافق بتاع المصري القديم على حسب اعتقاده الديني، اللي بتشرق في المنتصف منه أشعة الشمس اللي بتشير هنا بقى في الحالة دي بيبقى تمثال الإله أثناء الاحتفال بتاعه. تمام. برضو هذا الجيت واي المدخل بنلاقي فيه قرص الشمس، ودوت برضو بالإشارة إلى كنوع من أنواع الحماية، أحد أشكال الزخرفة والحماية اللي انتشرت في المعابد المصرية. يقال أن هذا الصرح كان بيغلق من خلال باب ضخم، باب خشبي ضخم مصنوع من خشب الأرز. في بعض الناس بتقول ان هو كان بيفتح صباحا مع شروق الشمس وبيغلق مساء، وفي ناس كانت بتقول اكتر ان المداخل الرئيسية للمعابد كانت بتغلق ولا وتفتح الا في وقت الاحتفالات، والكهنة في هذه الفترة كانوا بيستخدموا فقط السبسيدري انترنسز اللي هي بتدخل للمعبد. طبعا احنا عندنا 4 سلوتس، اماكن 4 اماكن لاستقبال الاعلام اللي كانت يعني بتوضع خصوصا في وقت الاحتفالات المختلفة. طبعا احنا بنشوف على الواجهة، لو احنا قسمنا الجزء دوت هنلاقي فيه جزئين. الصف الاعلى هي مناظر للتقدمة، مناظر لبطلميوس، بطلميوس الزمار، وهو بيقدم التقدمة لآلهة وآلهات المعبد المختلفة، وهنا هو بيمثل وهو بيضرب الأعداء، قمع الأعداء. والحقيقة مناظر قمع الأعداء من المناظر الشهيرة جدا على صروح وواجهات المعابد المصرية، وكانت دايما زي ما قلنا قبل كده بتستخدم كنوع من أنواع الدعاية السياسية للملك، إن هو يعني لسه قادر على حماية البلاد وإن هو لسه في كامل قوته. Here we are facing the most important, the first part of our temple, which is the pylon. The pylon was constructed, يعني تم بناؤه during the reign of Ptolemy the 8th and completed during the reign of Ptolemy the 12th. This massive pylon is about 37 meters in length or in height and 74 meters in length. It consists of two towers. تمام. The pylon in the ancient Egyptian thought was symbolizing the Egyptian horizon, Bekhenet. The eastern tower was called Bagu and the western tower is called Manu. And from the central part, the sun rises. From the central part, the sun rises. The entrance of this temple, it's stopped by a balcony, which was used by the king to witness, يعني witness, you شاهد, to witness the different rituals of the sacred falcon, which was celebrated. It was one of the major festivals, which was annually celebrated in this temple.
We have also here that the entrance is flanked by two statues of the falcon god Horus. And as we said before, the divine statues were replaced the royal statues during the Ptolemaic and Greek Roman period. احنا قلنا ان التماثيل الإلهية تم استبدال التماثيل الملكية بتماثيل إلهية عند صروح المعابد المصرية، نتيجة طبعا ان فكرة الملكية نفسها كانت بدأت تضعف في هذه الفترة. The entrance also stopped by the solar sun disk as a sign of protection. Here we have also four slots, two slots on every tower to receive the flags, especially during the festivals. The entrance was once covered with wooden made enormous door, probably opened during the sunrise and closed by the sunset, or it was used only during the festivals. And the priests used the subsidiary entrances here in the pylon. Concerning the decoration, we can notice that it's divided into two parts. The upper part represents the Ptolemaic king making different offerings, يعني بيعمل قرابين, making different offerings to the different deities of the temple. The lower part is representing the king Ptolemy the 12th smiting his enemies in front of goddess of God Herwer, Horus the Great, or Herbhtiti, and behind him goddess Hathor. We should mention that smiting the enemies is one of the very commonly found scenes, especially on the facades of the pylons. It was a political propaganda for the king himself. دي بالنسبة للصرح بتاع المعبد بتاعنا. ادي اهوت بطولمي the 12th. He is smiting the enemies in front of Horus, Bhtiti and Hathor. And here he is making different offerings. Here are the royal statuary, the divine statuary of Ha-Falcon, Falcon god Horus. وادي مناظر التقدمة. الحقيقة القطع اللي حصل دوت يقال ان هي جنود الحملة الفرنسية لما كانوا يعني ساكنين كانوا عملوا هذا القطع. ادي الانر ستير كيس، زي ما قلنا ان جنود الحملة الفرنسية دخلوا وقعدوا في الاجزاء الداخلية اللي جوه الصرح وتم استخدامها. وادي السلم اللي بيؤدي لحجرات المعبد. So we have an inner staircase in the eastern tower of the pylon leading to different rooms which were once settled, which were once used as a settlement for the French soldiers in the expedition of Napoleon Bonaparte. دي أشكال احنا بنقول دايما عليها. ادي شايفين الجرافيتي اهي من جوه. And these are funnel shaped windows. خلاص funnel shaped windows اللي هي دايما بنقول عليها windows بتاخد شكل القمع، بتبقى من فتحتها ضيقة وبتوسع تدريجيا، ودي أحد أشكال الويندوز اللي ظهرت. هنشوفها في المعابد وهنشوفها في السلم الصاعد والهابط بتاع معبد إدفو للإنارة بشكل معين. آدي أهو قرص الشمس اللي بيدل على الحماية. بقايا طبعا الألوان ظاهرة أهي. الأوبن كورت، الأوبن كورت كان معروف في اللغة المصرية القديمة باسم وبا. كده احنا دخلنا المعبد اهو، احنا دخلنا من الصرح ووقفنا اهو في الأوبن كورت، وكان معروف زي ما بنقول في اللغة المصرية القديمة باسم وبا. الأوبن كورت طبعا هو محاط من خلال صف من الأعمدة فمن الجانب الشرقي والغربي والجنوبي. صفة الأعمدة دي بتتكون من 32 عمود. وتعالوا كده نشوف حتى في الخريطة. ادي اهوت 32 عمود، هنلاقي هنا 1 2 3 4 5، خمسة هنا وخمسة هنا، يبقوا كام؟ يبقوا 10، وبعدين 11 و11، 22 22 و10، 32 عمود. ده الجزء بتاع الأوبن كورت اهو. وطبعا هذا المكان هو اللي كان بيشهد الاحتفالات المختلفة لأعياد الإله حتحور وموكب الإله
أعياد الإله حورس وموكب الإله حتحور أثناء زيارتها السنوية لزوجها حورس بحتتي في معبده. وكان هذا المكان بيستخدم بشكل خاص من قبل اللي هو الكومن بيبل زي ما بنقول. مناظر هذا الأوبن كورت بترجع لعصر بطليموس التاسع، وهو خصوصا بيقدم القرابين المختلفة. وزي ما بنقول إن هو كان مكان اللي بيحضروا العامة للاحتفال بتاع الديفاين ريونيون أو الزواج المقدس أو الاتحاد المقدس ما بين حتحور وحورس. So here we are after passing from the pylon, we enter the open court. The open court was called in the ancient Egyptian language as Weba. It was known that the open court was used by the common people. يعني ايه common people؟ اللي هم العامة. It was used by the common people to attend the different festivals in this temple. And according to the plan here, it contains a colonnade, يعني صف من الأعمدة. It contains a colonnade from the eastern, western, and northern and southern side here. And the colonnade consists of 32 columns. Okay, and the columns are very different and varies in their capitals. مختلفة التيجان، ودي أحد العناصر المعمارية اللي اشتهرت بها المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني، إن المكان الواحد ممكن فيه أكتر من شكل التيجان. So the capitals of the columns are very various, and this is one of the remarkable features of the Egyptian temples. أحد الحاجات المعروفة especially during the Greco-Roman period. Here we can find five columns, five columns, 11 here and 11 here. So the total number is 32 columns. It's known that the open court was used by the common people to attend the different festivals. Here, the common people attended the festival of the divine union, الزواج المقدس, because it was known that Hathor annually visited Horus, the divine statue of Hathor in Dandara, annually visited Horus in Edfu, and the common people were standing and witnessing the rituals of this festival in this site. ادي صورة مقربة، شايفين اشكال التيجان. They are different. We have different types of columns here. ادي شكل اخر للopen court. احنا خلاص دخلنا وقفنا هنا اهو، ادي الopen court. شايفين أشكال التيجان المختلفة. الحقيقة الفنان المصري أبدع في تصوير وأشكال التيجان المختلفة. طبعا من أكتر المناظر، بما إن هو المكان اللي هيحضر فيه العامة احتفالات الآلهة، فمن أكتر المناظر اللي احنا هنلاقيها هي مناظر احتفال الزواج المقدس ومراكب حتحور وهي جاية من دندرة علشان تقابل زوجها حورس بحتتي في إدفو. دي ظهرت بشكل خاص في شكل بقى مواكب، وهم هم البريستس وهم ماسكين المراكب الخاصة بحتحور وحورس. والحقيقة زي ما بنقول لازم برضو نشير لهذا العيد، اللي العيد ده كان بيعرف باسم حب ان سخن، يعني احتفال الاتحاد او الزواج ما بين حتحور وحورس. وكان بيتم الاحتفال بيه في كل من معبدي دندرة وإدفو. الاحتفال دوت يقال ان هو كان في تقريبا في شهر ابيب، وكان بيستمر لمدة 14 يوم لغاية اكتمال القمر. بعد اكتمال القمر بترجع تاني موكب حتحور، بترجع تاني لمقرها في دندرة. وأثناء مرور من دندرة لإدفو كانت يعني تمثال حتحور وموكب حتحور بيعدي على المقاصير الصغيرة اللي كانت مكرسة لعبادتها. ادي احنا شايفين اهوت بعض المناظر اللي بتمثل دايما المناظر بتاعه الحائط الجنوبي. بتمثل الملك برضو وهو بيغادر القصر بتاعه لاستقبال الموكب بتاع حتحور، وهنشوفه دلوقتي مع بعض. So because of being the place where the common people attended the different rituals of the festival of the good reunion, we should mention that different episodes, مناظر مختلفة from this festival were found on the walls of the open court.
We should know that the festival of Good Reunion was a very famous festival. It was annually celebrated in the 11th month of the Egyptian year, Epifi, and it lasted for 14 days, till the moon became complete. And the procession of goddess Hathor went to Edfu to meet her husband, and after the moon became complete, a full moon, it returned once again to her settlement, to her main place in Dandara once again. Here we can find the selection from the scenes depicted on the walls of the open court. Here we can find the priests carrying the sacred boats, having the royal statue of goddess Hathor. هنا مقدمة المراكب على شكل إله حتحور، فدي مواكب حتحور، ودي مقدمة المراكب على شكل الصقر، فهنا هنا بتحمل تمثال إله إيه هورس، عشان برضو نبقى إيه عارفينها كده. آدي أهوت الملك وهو بيغادر القصر وبيستقبل، يعني لابس طبعا التاج الأبيض اللي هو معروف باسم حجت، ليستقبل موكب إيه حتحور. Here we can find in the upper register in the southern wall اللي هو الحائط، أول ما بندخل الحائط الجنوبي، يعني الحائط اللي هو بيبقى أول حائط خالص في ظهر البايلون، هو بيبقى عليه شكل المراكب وأنا داخلة على اليمين وعلى الشمال، وهو منظر هنا للإله للملك وهو بيطلع بيخرج من قصره لاستقبال موكب حتحور. So in the upper register في الصف العلوي، in the upper register of the southern wall of this court, we can find the king is leaving his palace. And here he is depicted wearing the white crown of Upper Egypt, which was called Hejit, and he is witnessing or welcoming the procession of goddess Hathor. برضو lower register لكل من الايسترن والويسترن وولز عليها اشكال الخصوبه، واشكال الخصوبه هي مش اشكال حعبي، اتكلمنا في الجزئيه ديت قبل كده وقلنا من اكتر الناس اللي درست اشكال الخصوبه كان واحد اسمه جون بينز. أشكال الخصوبة بشكل مختصر جدا هي أشكال تجمع ما بين الذكورة والأنوثة، دلالة على قدرة الخلق بنفسه ودلالة على يعني الرخاء، دايما بيظهروا بشكل بطن متدلي وكده جسم متهدل شوية. من أكتر الأشكال اللي ظهرت شكل الخصوبة الإله حعبي اللي هو إله النيل، وفي آلهة تانية ظهرت بأشكال خصوبة زي الإله إيزيس، إله إيزيس ظهرت في اسم إيزيس ساخت، إله سوبيك برضو. فأشكال الخصوبة كانت دايما بتدل على الرخاء والنماء بتاع مصر. Here we can find in the lower registers of both the eastern and western worlds the procession of the fecundity figures. Here they are representing the personification of the Egyptian gnomes. هنا هما ظهروا بقى وهم في صورة ممثلين للأقاليم المصرية المختلفة وبيقدموا القرابين. They are here led by the king. أدي الكينج أهو خلاص leading the procession of the gnomes and presenting the offerings to the triad of the temple. Okay, Horus Behtiti, Hathor and Horus Simatawi. ده كان الاوبن كورت، يبقى احنا لغايه دلوقتي خدنا البايلون، خدنا الاوبن كورت، بعد كده هندخل على الفيرست هايبوستايل هول. الحقيقه الفيرست هايبوستايل هول كان معروف في اللغه المصريه القديمه باسم وسخة خنتي، يعني الحجره الاماميه، واتعرف باسم بروناوس، برو معناها المتقدم، ناوس اللي هو السانكتشوري، فاذا هو مجازا بيقول لك دي الغرفه اللي ايه اللي قبل ما تدخل على الاجزاء الداخليه او الاجزاء المقدسه في المعبد اللي هو الناوس. الفيرست هايبوستايل هول على برضو جانبيه بنلاقي شكل الاستاتيو بتاع حورس الصقر، وهنا هو بنلاقي صفوف من الاعمده، هما هنا اهو ده شايفينهم خلاص 6 و6 12. وطبعا البروناوس نفسه بنلاقي ان في كده تلات اعمده هنا وتلات اعمده هنا، وما بين كل عمود وعمود في حوائط الستائر السكرين وولز، واتكلمنا عنها قبل كده ان السكرين وولز هي حوائط بتصل لتقريبا منتصف العمود وبتوصل الاعمده مع بعض. فاذا معنى كده ان احنا هنا عندنا 6 اعمده و6 اعمده وكمان 6 اعمده، يبقى التوتال
18 12 جوه و6 في واجهة البروناوس نفسها. والمناظر على البروناوس على السكرين وولز بتحمل مناظر تقدمة من بطليموس الثامن وهو بيعمل تقدمة لكل من حورس بحتيتي والإله حتحور. وطبعا الكولونز طبعا من جوه البروناوس هنشوف أشكال بديعة جدا من تيجان الأعمدة. So we are now entering the first hypostyle hole, which was called in the ancient Egyptian language as Wesikhet Khinti. Okay, and here we can find 12 columns inside the first hypostyle hole and 6 other columns, 3 on each side. They are forming the facade of the pronaos. Every column is connected with the other with screen walls. What is the definition of a screen wall? Screen wall is a type of walls connecting two columns together reaching to the half of the height of every column. تمام؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. اهو احنا خلاص احنا كده واقفين هنا في ال open court and we are now facing the pronaos or the first hypostyle hole with وسخة خنتي. Here we can find 3 columns and 3 other columns, 3 on each side, so the number is 6. Between every column and the other, we have screen walls. The screen walls, as we said before, they are type of walls connecting the columns together, reaching to the half of their height. And the screen walls, we have how many partitions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. تمام? They are representing offering scenes for Ptolemy the 8th to Horus Behtiti and Hathor. تمام؟ المناظر ال central this one and this one the central partition on each side they are presenting the king is presenting offering to Hathor the other partitions for Horus يعني ال offering scenes Horus Hathor Horus Horus Hathor Horus تاني Horus Hathor Horus Horus Hathor Horus. Flanking the entrance also we have the falcon, the divine statue of the sacred falcon of God Horus. ادي اهو the eastern partition. اهو the eastern partition contains 6 partitions. The 6 partitions for Ptolemy the 8th making offerings for Horus Behtiti, Hathor, and once again Horus Behtiti. The western partition تاني برضو he making offerings or paying homage to Horus Behtiti Hathor Horus Behtiti. طيب ايه اهم المناظر اللي احنا بنلاقيها كجايد انت بتحاول تركز عليها في المعابد او في جوه البروناموس نفسك؟ اول حاجة عندك السينز بتاعت الفاونديشن ريتشوالز وديت مصورة على الجدار الغربي. عندك برضو مناظر بتمثل عبادة الأسلاف زي ما بيقولوا عليها ان هو بطليموس بيتعبد للبطلمة السابقين اللي تم تأليههم وحصل لهم فينيريشن بشكل أو بآخر. والكورونيشن سين موجودة على الجانب الشرقي. دي حاجات مواضيع أو مناظر كتير جدا بتقدر انت كجايد تشتغل عليها وبتقول عليها كلام كتير يعني. برضو لازم نشير إلى أن الريتشوال سينز الفاونديشن سينز مناظر التأسيس في المعبد المصرية وفي معبد إدفو بالذات يعني هي في البروناوس أو في الفيرست هايبوستايل هول إلى حد ما متنطورة يعني مش مكتملة. أكتر مكان ظهرت فيه مناظر التأسيس مكتملة إلى حد كبير جدا بالسيكونس بتاعها كان على حوائط السكند هايبوستايل هول. فالسكند هايبوستايل هول الحقيقة مكان كويس جدا ان انت تشرحهم بالسيكونس بتاعهم كلهم زي ما هنشوف مع بعض. So we have three important themes or important topics or scenes in the first hypostyle hall, the Wesikhet Khenti or the pronaos. The first one are the scenes of the foundation rituals depicted especially on the western wall, the scenes for the cult of the Ptolemaic kings venerating the other kings in the east on the eastern and western wall, and also the king crowned was Horus and Hot and it was found on the eastern wall. تمام
عندنا برضو حاجة مهمة جدا، أو المناظر، الغرف اللي بتؤدي إليها صالة الأعمدة الأولى. صالة الأعمدة الأولى من الناحية left side، أو لما بتدخل من على الجنب الشمال بتلاقي حاجة اسمها المورنينج هاوس البردواو، وعلى الجانب اليمين وانت داخل بتلاقي المكتبة اللي بتبقى معروفة باسم بيرميجات، أو مكان الكتب أو مكان البرد. So the inside the first hypostyle hole, the وسخ التخنتي, the pronaos, we can find two important rooms, two important places. On the left side, we can enter the morning house, which was called as Perdoau. And on the right side, when we enter the first hypostyle hole, we enter a very important place, which is the library, the Permijat, or the house of the books on the right side. ادي اهو، يبقى احنا عندنا السكرين وول 6 بارتيشنز، حورس هتحور حورس حورس هتحور حورس، اند وي هاف 12 كولومز انسايد. هير وي هاف ذا لايبرري، ادي شايفينها، هي عباره عن شابل كده او غرفه صغيره هنا، وادي هنا البردواو المورنينج داي. تمام، تعالوا كده نشوفهم واحده واحده مع بعض. ده الحائط الغربي اللي بيمثل أول حائط الجنوبي الغربي اللي فيه مناظر كذا منظر، وآدي المدخل بتاع المورنينج هاوس. منظر أهو مثلا، ده منظر أحد مناظر تأسيس المعبد، آدي إله سيشات أهي، وآدي الملك البطلمي وهو بيعمل حاجة اسمها stretching the rope، أو اللي هو يعني اللي هو بيشد الحبل علشان يبدأ يحدد أساسات أو اتجاهات المعبد. وكان هذا الطقس معروف باسم بيدج سش، ودايما كان بيتم القصة ديت ان الملك بيعمل القصة ديت قدام الإلهة سشات. وربط الأحبال أو شد الحبل دوت كان علشان يعرف الدايركشنز أو الاتجاه الشمالي والجنوبي بتاع المعبد. بعد كده دايما النصوص بتذكر ان تم ذبح الوز، وان الارض بتتشرب دماء هذه الذبايح او الوز بالذات علشان للقضاء على اي قوه يعني ايه شريره. فدي احد المناظر اللي احنا بنشوفها وتقدر يعني ايه تشرحها. وده مدخل بتاع المورنينج داي. So we have here the western wall of the pronaos, which is centered by the gate of the morning day. Here we have a very important scene. It's one of the foundation rituals of the temple. Here we can find which is stretching the two ropes. Here Ptolemy the Eighth, tamam, is making stretching the rope, Pej Sesh, in the assistance with goddess Sashat. And as we said before, that goddess Sashat was the guardian of the temple, and sometimes she was described to be the daughter or the sister of god Hot. And Pejasesh is tying the two ropes in order to determine the directions, especially the northern and the southern directions of the temple. After that, the goose was slaughtered, that became the wiz. And the blood was absorbed by the earth in order to purify and to ward off any evil spirits. ده مثلا منظر اهو اخر من الحائط الجنوبي الشرقي of the pronaos، وادي مدخل اللايبري. تمام، ادي الملك اهو وهو بيغادر القصر بتاعه. ده كان يعني ده الطقس الاول، او دايما المنظر الاول الافتتاحي الاول لمناظر تاسيس المعبد. وهنا الكاهن بيتم ايه بيعمل ايه بخور او بيحرق البخور، وادي منظر البيوريفيكيشن اللي احنا دايما بنقول عليه. دايما بيحصل ما بين الهين، في بعض الاحيان اربع الهه، هنا بيظهر حورس وتحط وتبدا تتكلم على البيوريفيكيشن سينز. So here we have the eastern wall of the pronaos, which is centered by the gateway of the library. Here we have the first scene of the foundation scenes in the Egyptian temples. The Ptolemaic king Ptolemy the Eighth is leaving his palace, and in front of him we can find the priest burning incense. On the other side we can find the coronation scene, which was one of the very common
scenes in the ancient Egyptian temples being purified by both Thot and Horus. In some other cases, the king was purified by four deities. تمام. طبعا اللايبري بيرمجات هي المكان اللي كان بيوضع فيه الورق البردي، الحاجات الخاصة بالمعبد، ودايما بيقال ان الحاجات دي بتوضع تحت حماية الإله حورس والإله رحر أختي. هنا المناظر كلها مناظر تقدمة للإله تحط باعتباره إله الحكمة. هنا منظر من مناظر درب الكرة، ودي أحد الريتشولز اللي كانت بتحصل في مصر، وكانت دايما بتحصل قدام الإله سخمت أو الإله حتحور. منظر هنا طاعن التورتل، خلاص دي برضو أحد المناظر مثلا اللي بتشير إلى القضاء على القوة الشريرة في مصر القديمة. وهنا مثلا منظر والإلهة سيشات بتهدي الملك اللي هو علامة الحب، علامة الحياة أو علامة الأعياد، وبتهدي ملايين السنين وملايين الأعياد. والحب طبعا هو مرتبط باحتفال الحبسة فاستيفال. So we have on the walls of this library we have different important scenes such as the offering scenes to God Thot, the god of wisdom, and here he is receiving the Heb sign, the festival sign from goddess Sechat. Here he is smiting the bowl, which was one of the rituals found in ancient Egypt, especially practiced in front of Sekhmet or Hathor. Also he king here is smiting the enemies, the evil enemies of god Set, such as here the turtle. And it's known that the library was placed under the protection, يعني under the protection يعني تحت حماية both of Hathor and Horus and Rahor Akhti. طبعا مناظر المورنينج داي. المورنينج داي هو المكان اللي كان بيحصل فيه تطهير للملك من قبل كل من الإله حورس وتحط. ودايما بتشير النصوص ان البريست اللي هو ايوان موت اف هو اللي بيحرق البخور وبيقدم القرابين. والملك دايما كان بيقدم القرابين مرتين، مره وان بيقدم القرابين اكتر من مره، هنا بيقدم القرابين وبيتلقى القرابين. مره كان بيتلقى علامه الجد وجد هنا وعلامه الجد، وعلامه تانية لعلامه الاخت. وادي مناظر للآلهة وهم بيقوموا بتطهير الملك. الحقيقة احتفالات او الطقوس بتاعت القرابين كانت بتحصل في اليوم الاول من السنة الاولى لإطفاء الملك او اعطاء الملك القوة اللازمة. بعد كده بعد ما طقوس التطهير ديت بتحصل، الملك بقى نفسه هو كان بيطهر التمثال بتاع الإله حورس والإله حتحور في حجرة الوعبد. إذن الأوضة دي كانت مخصصة لتطهير الملك نفسه، أما تطهير التمثال الإله كان بيحصل في حجرة الوعبد. طبعا في بعض الأحيان احنا هنا بنلاقي ان الآلهة بيطهروا الملك من خلال المية اللي بتجري من أحد أشكال الأواني اللي اسمها نمست، وبنلاقي هنا بيطلع منها أربع تفريعات مية، اتنين منهم بيمثلوا المية اللي طالعة جاية من السماء، واتنين منهم بيمثلوا نهر النيل. ودايما التطهير كان بيشار اليه ان هو كان بيحصل في منطقة هليوبلس ومنف، وبعد كده انتشر على نطاق واسع في المعابد المصرية. So we have here some scenes from the morning house. We should mention that the morning house, in the morning house the purification of the king himself happened. It happened in the first day of the first year to give him the required power. And after that, after being purified, the king himself purified the divine statues of Hathor and Dendera in the Wa'bit rooms. في حجرة الوعبد بقى بيتم تطهير تماثيل الآلهة. Here we can find the different king, different gods are purifying the king. Four strings of water appeared. Two are representing the springs from the sky, and two others representing the river Nile. Here also we can find that the king is receiving the Jet sign and the Akhet sign from
the different deities. يبقى كده احنا خلصنا البايلون وكلمنا على معبد ادفو الاول، وخلصنا بايلون وبعد كده الاوبن كورت وبعد كده الفيرست هايبوستايل هول. يبقى فيه 18 عمود، 12 جوه وستة عند الواجهة، والاتنين رومز اللي موجودين فيها زي ما اتكلمنا. بعد كده ان شاء الله في الجزء الثاني هنبدأ نتكلم على الاجزاء الداخلية للمعبد، بداية من السكند هايبوستايل هول الوسخة حبو او الوسخة خعو.